كيش بولي فرماج فري بنا كاريتا. اول حاجه نجي نخدم لاباط بريزي عندي هنا فارينه، نزيد عليها زبده ولا مارغارين ونبسسها مليح حتى تولي تفتت. نكسر دوك حبه بيض البياض نخبيه ندير به مورينغ وصافا، نزيدو لاباط نزل شويه تاع الماء الملح نخلطها برغرت تراماسا نحيها نحطها في بلون طرافاي نفرزيها كيما راني نديرو حتى طروفا ونحيها سورتو ما نعجنوهاش، نخبيها في سيلوفان تروبوزي سامينيت من بعد نفتحها نجيب مولاكيش نحطها فيه ندخلها طيب تحمر شويه نخرجوها ونجي نوجدو البولي تاعنا. هنا جبت بلون بولي كان قاعد في الفريجيدار ضربته بسخله باش يفطن قطعه مرصوات صغار، نزيدو له فلفل كحل كاري كركم والملح ومغرفه صغيره تاع الموطاد نخلطو مليح مقله سخونه ندير فيها الزيت ونقلي البولي تاعي دي مينيت يطيب نحيه من النار. دوك نجيبو دوك ثلاثه حبات قرع اللي راهم في الفريجيدار عندهم موده ونقطعهم رونديلات ونديرهم يتقلب. في ريسيبيون دركا نوجدو لاباراي كيش نديرو فيها البيض لا كريم فريش وكيما يقولو لو ميور بو لافا. عندي فروماج فريدو بريزيدون بالعلبه الجديده هذه اللي فاتح اسهل ومده حفظ اطول، القهوه نتاعو كريمي وفور بزاف بالنكهه تاع التوم والاعشاب. نزيد منه كميه مليحه لاباراي كيش تاعي، نزيد نرجع له البولي هذاك والقرعه نخلط كلش ونجيب المول اللي طيبناه نص طياب نحط لاباراي تاعي من الفوق نرابي لها شويه شيدر ندخلو يطيب. راهي قرابت شهي.